معنا من مدينة شتوتغارت الألمانية الخبير في العلاقات الدولية الدكتور مصطفى العمار. أهلا بك دكتور مصطفى معنا على سكاي نيوز عربية. دكتور مصطفى، إذن اجتماعات في بروكسل مهمة جدا، ستحدد مدى مستوى الرد بالنسبة للاتحاد الأوروبي على الجانب التركي، لكن البعض يقول يعني الجانب اليوم الرئاسة التركية تعول على الانقسام الأوروبي أمام مواجهة تركيا. هل تعتقد هناك توحد في الأفكار أو على الأقل يعني اقتراب الأفكار من ربما يعني مسار واحد؟ مرحبا عزيزي. طبعا اليوم الموضوع جدا مهم صراحة، لأن أولا ألمانيا هي تمسك الرئاسة، رئاسة الإدارة الاتحاد الأوروبي منذ تقريبا شهر السابع إلى اليوم وإلى نهاية هذا العام. أعتقد اليوم أمامنا طريق واحد فقط، هو فرض العقوبات على تركيا وتغيير مسارها لتكون فعلا دولة حليفة في حلف الناتو، أو يكون هناك مفترق طرق بين تركيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. لأن صراحة ما تعمله أنقرة في الآونة الأخيرة زاد من ضعف الاتحاد الأوروبي وأيضا من ردة فعل الاتحاد الأوروبي. نرى أيضا هنا تركيا تضغط دائما وتستفز الاتحاد الأوروبي، هجماتها على لكن هل الاتحاد الأوروبي دكتور مصطفى، هل الاتحاد الأوروبي موحد أساسا؟ يعني هي تستغل هذا الانقسام لصالحها. طبعا الاتحاد الأوروبي موحد، لكن هناك تقريبا بعض الدول لا ترغب أن تكون تحت الاتحاد الأوروبي، مثل ما نعرف نحن هناك بعض الدول تريد مخالفة هذا الشأن، لأنها تريد أن تلعب دور الرئيس هنا وتكون هنا أيضا دور الداعم إلى تركيا. لكن اليوم تركيا يجب أن تقف عند حدها، خصوصا ما تفعله في ليبيا، خصوصا ما تفعله في البحر المتوسط، ما تفعله أيضا مؤخرا بين أرمينيا وأذربيجان، تعمل هنا دور دائما المستفز، وهذا الشيء صراحة لا يعطي الاطمئنان للاتحاد الأوروبي وأيضا إلى حلفاء الناتو، لأن تركيا هي حليفة للناتو ولديها أسرار العسكرية كاملة، وما تفعله مع روسيا ومع دعمها للنظام الإيراني وغيره، هذا لا يطمن الاتحاد الأوروبي على مستقبل. لكن أنا أعتقد أنه اليوم سوف تكون هناك حزمة قرارات من الاتحاد الأوروبي، وسوف يقومون الاتحاد الأوروبي بتطبيقها. نحن متفائلين، يجب أن يكون هناك حد، يجب أن يكون هناك نهاية إلى هذه النزاعات وإلى هذه الصراعات في المتوسط. دكتور مصطفى، الجانب يعني البعض قال الجانب الأمريكي ربما هو متوافق مع الجانب التركي في كل ما يفعله خلال الفترة هذه، لأن يعني اشتعلت المواقف التركية، تدخل في كل مكان في الشرق المتوسط، أذربيجان، مناطق أخرى كثيرة. ما طبيعة التنسيق الأمريكي التركي في هذا الإطار الآن؟ أنا أعتقد أنه أيضا أوروبا أخطأت خطأ كبير، وهو أيضا كانت هناك على خلافات مستمرة سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدم توافق في أمور كثيرة، وهذا أيضا مما أدى إلى نزاعات سياسية مع جميع الأطراف. نحن هنا لدينا روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا غير متفقة مع هذه الدول الثلاثة، فكيف لديها الآن القدرة على مواجهة المستقبل مع الحلفاء الباقين؟ للأسف ينقص أوروبا اليوم حلفاء مخلصين وحلفاء أصدقاء. لا يوجد لأوروبا اليوم حلفاء أصدقاء. اسمح لي عزيزي، موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا هو موقف لأنهم حلفاء في الناتو، لا يوجد غير مواقف أخرى. لكن سياسة أنقرة ليس بالحليف وليس بالصديق، سياسة الأخوانشية هناك في تركيا هي سياسة مستفزة، وأيضا هي أيضا خسارة لنا في الاتحاد الأوروبي، لأنها عبء علينا هنا وعلى السياسة الأوروبية، لأنها سياسة غير مرحب فيها. أيضا لدينا هنا في الحزب الحاكم الألماني الكثير والعديد من النقاشات، كيف لنا الاستمرار مع هكذا سياسة متهورة؟ لديها المعلومات العسكرية من حلف الناتو، ولديها أسرار كثيرة على الاتحاد الأوروبي، كيف لنا أن نقف مع هكذا شخص مستهتر، وهو أيضا يؤثر على مستقبلنا هنا في العالم وعلى علاقاتنا مع بعض الدول. أشكرك من مدينة شتوتغارت الألمانية الخبير في العلاقات الدولية الدكتور مصطفى العمار، شكرا جزيلا لك.